المدني اللي بتقود اهداف الثوره المصريه. مثلا مش هنقول عجز المجلس العسكري لفواته المجلس العسكري، لان شعار الثوره المصريه الشعب يريد اسقاط النظام، والنظام هو حكم العسكر اللي كابس على نفس الشعب المصري من يوليو 52 ومغتصب السلطه وقاعد بلا شرعيه من اول حكم عبد الناصر في ازمه مارس 52 لما رفض لتسليم السلطه تسليم السلطه للمدنيين ونفى اللواء محمد نجيب وحد اقامته في قصر المرجي، مستمرين وبيورثوا الحكم لبعض. التوريث مش ان الرئيس يجيب ابنه ولا قريبه ولا نسيبه، التوريث ان العسكر يفضلوا يحكموا، يحكموا بقى رؤساء جمهوريه ورؤساء وزراء ووزراء ومحافظين ورؤساء احياء ومدن. حتى وقتنا هذا في 222 ألف مستشار بيعملوا في الوزارات رواتبهم 24 مليار جنيه كلهم رتب عسكرية على المعاش، فحكم العسكر لازم يمشي. احنا جينا نوصل رسالة في ليلة 23 يوليو، الليلة اللي هم اغتصبوا فيها السلطة من الشعب، ان الشعب استرد سلطته برضو في 23 يوليو. بس كان استنينا كتير، السنة 60 سنة 2011، وزي ان شاء الله مع الداخلية يوم 25 يناير في عيدهم برضو المجلس العسكري مش الجيش، المجلس العسكري هيتلقى الهزيمة من الشعب المصري ان شاء الله يوم 23 يناير، وهتكون نهايته ان شاء الله.